مساء الخير. ضيف على ما استفهم لهذه الليلة الشاعر حافظ محفوظ، مدير تحرير مجلة الحوادث اللبنانية الصادرة هنا في لندن. أهلا بك أستاذ حافظ محفوظ. طبعا تتعدد الألقاب حضرتك. أنا لا أسعى وراء الألقاب أبدا، فليسمينا من يشاء شاعرا أو صحفيا. وطبعا أنا أعتبر أن هناك رباطا قويا بين الصحافة والشعر، لذلك أي لقب منهما بأي معنى الرباط قوي؟ يعني أنا أتصور أن المتنبي كان ممكن أن يكون صحفيا. الرباط مثلا الصحافي يكتب مقالا سياسيا، لنفترض عن غزة، عن تحرير الكويت، عن الأحداث العراقية. أنا أتناول هذه المواضيع وأكتبها شعرا. الصحافي الناثر يكتبها نثرا، أنا أحولها إلى قصيدة من مداميك شعرية تعالج إلا بجناحي الوزن والقافية. وهذا طبعا لا يكفي، الوزن والقافية لا يكفيان بدون شحنة شعورية معينة وبدون رؤى وصور شعرية عميقة لا تخلو من بعض الإبداع أحيانا. وبالتالي أي شعر غير مقفى وغير موزون لا تعتبره شعرا، يعني الصور الجمالية غير كافية أن تنتج قصيدة. ما يسمى قصيدة النثر اسم متناقض، كلمتان متناقضتان. كيف يمكن أن تجتمع القصيدة التي تعني الوزن والقافية والموسيقى والنثر؟ كيف تكون قصيدة نثر؟ النثر كلام مرسل ليس فيه وزن ولا موسيقى ولا دم. ومع ذلك هناك من يمارس أو يكتب هذه ما تسمى قصيدة النثر بمستوى عال راق. يمكن أن نقول أن كتابته نثر فني راق أنيق، ولكنها لا ترقى إلى مرتبة أو منزلة الشعر، لأن الشعر يظل بحاجة إلى الوزن والقافية. وكما قال أمير الشعراء أحمد شوقي: والشعر إن لم يكن ذكرى وعاطفة وحكمة فهو تقطيع وأوزان. التقطيع والأوزان يظلان ضروريين مع الشحنة الشعرية والإبداعية. ولكن مع الأسف كثيرون من مدعي الكتابة ومدعي الموهبة يعتقدون أنهم أصبحوا شعراء وكتابا من خلال ما يسمونه قصيدة النثر، وأحيانا بعضهم يطبع كتبا تضم كل صفحة منها 3 أو 4 أسطر مع عشرات النقاط، معتقدين أن كثرة النقاط هي تفسير ما لا يفسر وأن المعنى في قلب الشاعر. وهذا مؤسف، والأكثر أسفا أن بعض الصفحات الثقافية في المجلات الشهرية أو الأسبوعية أو حتى أحيانا بعض الصحف اليومية تحتضن هذه المحاولات التي لا علاقة لها بالشعر حتى ولا بالنثر الأنيق أيضا. طب هل تعتبر هناك طبعا بغيابهم أو في مناسبات وطنية كعيد استقلال لبنان وعيد الجيش اللبناني؟ وكنت أنشر هذه القصائد في جريدتين تصدران في بلدة مرجعيون آنذاك، هما القلم الصريح وصدى الجنوب، وكان هناك مجلة شهرية اسمها المرج. هذه البيئة الثقافية إذا صح التعبير احتضرتني وشجعتني على الاستمرار. ولكن بالنسبة لكتابي الأول هذا أمر آخر، في عام 17 كتبت رواية أسميتها انتصار الحب. كان عمرك 17 سنة. والغريب كما تقول لي الأديبة الكبيرة غادة السمان أن تبدأ روائيا، وهي الروائية الكبيرة المعروفة. كتبت هذه الرواية وحاولت أن أنشرها في كتاب، تجولت على دور النشر في بيروت، لم يقبل أحد من هؤلاء الناشرين أن يأخذها بمجرد أن يراني فتى يافعا، إلى أن مررت بجانب المطبعة الكاثوليكية بالصدفة، وهي أكبر مطبعة في لبنان ومن أكبر مطابع في الشرق الأوسط. دخلت وكل تهيب وطلبت مقابلة مدير المطبعة الذي كان حينذاك الأب سامي خوري، الذي أصبح فيما بعد الرئيس العام لليسوعيين في الشرق كله. قال لي:
اترك لي المخطوطة هنا وأنا أحيلها إلى لجنة النصوص الأدبية، فإذا وافقت ننشر لك الكتاب، وإذا لم توافق نعيده لك. عدت بعد أسبوع ففوجئت بأن اللجنة وافقت، وقال لي مدير المطبعة: أنت بحاجة إلى من يعرف عنك وأن يكتب مقدمة عن كتابك، ابحث عن كاتب كبير معروف يعرف عنك. فخطر لي فورا اسم كرم الحم كرم الذي كان في ذلك الوقت أمير القصة في لبنان، وكنت أنا في نفس هذه الرواية متأثرا بأسلوبه أيضا، فاتصلت به بعد أن أخذت رقمه من دليل الهاتف، فقال لي: تفضل. وكان بيته قريبا من وسط بيروت في شارع عبد الوهاب الإنجليزي. أخذت له المخطوطة فقال: يا بني تستطيع أن تتصل بي بعد أسبوع، فإذا أعجبتني روايتك أكتب لك المقدمة، وإلا أعيدها لك كما حدث مع المطبع نسوي. بعد أسبوع اتصلت. إذا هذه الدرجة كانت الأمور سهلة أن تدخل إلى مطبع فيقول لك أترك المخطوطة وعود بعد أسبوع، إلى كاتب كبير يقول لك أترك، يعني كان في إمكانية أن تلتقي بكل هذه. يبدو كانت هناك ديمقراطية في التشاور والتعامل معه. فبعد أسبوع اتصلت بمنزل كرم الحم كرم، فرد علي ابنه عصام الذي أصبح فيما بعد نقيب المحامين في بيروت، السيد عصام كرم، فقال لي: تفضل وخذ المقدمة التي كتبها والدي عنك. وأذكر أنه جاء فيها: هذه القصة أكلت من قلبي وشاطرتني شبابي واستمدت به كله، وما أطرب إلا وأنا أراها تحبو إلى النور على قدمين قويتين، وهذه القصة يشفع فيها قالبها، فالقلم عالجها بإحكام في القالب ووسامة في البيان ونظرة في التركيب، ولقد أشرق قالبها ما دامت تساير الواقع والمنطق، فلك شكر الفن يا حافظ، ومع المجتهد يد الله. إلى هذه الدرجة وحضرتك حافظها عن ظهر قلب هذه البشارة، وهو يعني عيد بشارة سيدتنا مريم العذراء عندما جاء الملاك جبريل وقال لها: ستحبلين وتلدين ابنا يسمى عيسى المسيح. فقالت له: وكيف يحدث ذلك وأنا لم أعرف بشرا ولم يمسسني بشرا ولم أكن قط بغية؟ فقال: الله تعالى سبحانه أراد ذلك. فقالت: أنا أمة الرب أرضى بمشيئته. هذه القصيدة كما سمعتها رتلتها مارلين مخول مع أبنائها، وهي من تلحين شقيقها مارون مخول: يا مريم أنت شفيعتنا. ولم تكن مدينية فقط، بل صبغتها أيضا باللون اللبناني الوطني. سبحان الخالق سبحانه من أبدع مريم عنوانه، اختارها أما لمسيح أوصاه لينقذ إنسانه، من بين جميع نساء الكون حباها الله تحنانه، عذراء وربنا كرسها آيات تلهم قرآنه، هي أشرف خلقه مذ بثت حواء لآدم عصيانه، لم تعرف رجلا بل عاشت معجزة الله وإحسانه، عيسى أهدته للدنيا كنزا علمنا إيمانه، وكأم عانت في قلق آلام يسوع وأشجانه. يا مريم أنت حارسة فردوس الله وجنانه، وشفيعة كل محتاج يستنجد عبرك غفرانه، ما نحن بدونك غير دمن تغري الشيطان وأعوانه، لكن صلاتنا ترفضه وتقوض دوما أركانه، ويسوع يلبي واسطة منك ليسامح من خانه، وكيانه حب أبدي قلب يستوعب أكوانه، رافقت دربه في صمت وأطعت رؤاه ورهانه، وطلبت منه في قانا معجزة الخمر.